البنات من تكونوا بألف صحة، هتشوفوا معايا هاد الطريقة ديال مين بطبوط معمر بهاد الحشوة. اليوم بصراحة بغيت نشارك معاكم غير هاد الحشوة، تاتشي لذيذة ورائعة يعني بدون هكا في رمضان، يعني تتصلح حتى في الوجبات السريعة هكا في الوليدات في الصيف، سيغتو انها تتكال باردة وتجي لذيذة الصراحة، تتعجب صغار وكبار، ويعني بلا ما نحتاج نسخنوها. غادي نشارك معكم الطريقة ديال العجين بالنسبة للمبتدئات، ما الحادقات ما شاء الله راهم عارفين الطريقة السهلة يعني التقليدية، تنعجنوها هكا بشوية الفورص ودقيق القمح، يعني لا بدا تنغلبو دائما من الدقيق الابيض هو اللي تيجي بكثرة على دقيق القمح باش ما تيجيش تقيل، والخميرة بطبيعة الحال على حساب الجو، ومعلقة ديال الملح ومعلقة ديال السكر سنيدة باش بالزربة يتحمروا لينا صافي، وتنجمعو هكا بالمعادي مدافي. تتعرفوا ان العجينة راها تتكون مرخوفة، ماشي بحال العجينة ديال المسمن، لا بدا ما تتكون مرخوفة شوية، تنجمعوها بطريقة عادية وتندلكوها، مازال غادي ندلكوها. نتمنى تجربوا هاد الحشوة اللي باقي ما جربتهاش، ان شاء الله راه تجي غزالة. هذا هو الغرض انا عندي اليوم من هاد الفيديو اني نشاركها معاكم. اما العجين راه ما شاء الله كل شيء راه ولا تعرف، غير كاينين الناس يعني اجانب اللي متبعيني يعني من مصر من الدول العربية، داكشي علاش بغيت نذكر حتى بهاد الطريقة ديال هاد العجين. المهم من بعد ما دلكناها يعني لا بد ندلكوها مزيان البنات، عاد تنخلوها ترتاح، تندهنوها بشويه الزيت ونخلوها تختمر. الوقت اللي غادي نوجدو فيه الحشوه اننا نقيو هذوك المسائل اللي غنوظفوهم، يعني ما تخلوهمش يختمروا بزاف، يعني باقي غادي نخمروهم المره الثانيه مني غادي نشكلوهم بهالطريقه هذه. شفتو هنا من بعد ما اختامر العجين، شفتو معايا هكا بهذه الطريقه راه تيجي مدلوك، ولو انكم ما تتعطيوهاش الجهد بزاف، المهم هي تبقاو ديو تجيبو فيها هكا بالكف ديالكم صافي. تنبسطوها بهذا الشكل وترشوا سطح العمل بالدقيق الفينو، ونحاولوا العجين يعني ما نرقوش بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش غليظ بزاف صافي. غادي نشكلوه الحجم اللي بغينا، يعني تنجيبو شي طابع هكا ولا في الحجم اللي بغيتو صغار او لا كبار، هنايا عندي في حجم اللي هو صغير، تيجيو هكا زوينين. وكيف ما قلت لكم هاد الميني بطبوط راه الصراحه تقدروا توظفوهم حتى في سندويشات، حنا مقبلين على الصيف ان شاء الله هكا الوليدات في البحار، يعني هكا تنوعوا ليهم يعني واخا غير الايامات العاديه، تيجيو زعما لدادين وفيهم كاع العناصر الغذائيه اللي مهمه، من الخضار من بروتينات من كل شيء، يعني تيجيو عندهم قيمه غذائيه اللي عاليه، يعني تنوظفوا فيهم كاع الخضره سيغتو الوليدات اللي ما تياكلوش لكم الخضره، هنايا راه تيتناولوها الصراحه بلا ما يحسوا صافي. هنا من بعد ما اختامروا هنايا غادي نطيبوهم بالطريقه العاديه، تنسخنوا المقله طيفال او اي نوع ديال المقله عندكم، وتنخليوهم هكا غير نزلوهم غير بشويه باش ما تنخسروش ليهم الشكل الدائري ديالهم، تبقاو في الشكل ديالهم، وتنبقاو مستمرين اننا نقلبوهم من جهه لجهه. ضروري البنات هاد المرحله تتعاونهم باش ينتابخوا وسيعطيهم واحد اللون زوين. السمر انا غادي ان شاء الله نكمل الكميه اللي عندي، وغادي تدوزوا تشوفوا معايا الطريقه ديال الحشوه.
صافي تنبقاو مستمرين هكا البنات، انا نقلبو من جهه لجهه وراسي بداو ينتفخوا. شفتوا معايا هنا كيفاش يجيو خاوين من الوسط وتيتحلوا بسهوله. هنايا يعني ندوزو ان شاء الله المقادير والطريقه في نفس الوقت ديال الحشوه. هنايا يعني عندي جهد جوج حبات من البطاطا هكا، قطعتهم على هذا الشكل اللي كيب صغار وسلقتهم، والبصله مقطعه رقيقه، وجزره وحده اللي حكيتها. علاش قلت لكم يعني ستوظفوا فيهم جميع الخضروات وتتناولوهم الوليدات يعني بلا ما يحسوا. هنا عندي داك اللب ديال الخس اللي تيكون الوس هو اللي درت القليل منه، وعلبه ديال بواط ديال الطون صفيته من الزيت بطبيعه الحال، وفرماج حمار محكوك. تقدروا تزيدوا فيهم الزيتون مقطع، الكورنيشو، البيض مسلوق، يعني اي حاجه درتوها فيها تجي رائعه الصراحه. وهنايا درت قليل من المطاغ حتى هو تيعطيني كزوينه سيغتو مع البطاطا. تقدروا تجمعوها غير بالمايونيز الا كان متوفر. هنا عودت انا بالمطاغ حتى هو تيجي زوين. وغادي نبقى نقلب هاد العناصر حتى تجانس، يعني ضفت كذلك قليل من المطاط. صافي كيف ما قلت لكم راه تقدروا توظفوا فيها يعني كاشير محكوك، البيض مسلوق، او لا حتى شويه الروز هكا تسلقوه. اي حاجه درتوها تجي غزاله، كشويه الحامض مقطع مسير تيكون مقطع طروف رقاق، الزيتون اخضر كذلك مقطع تيعطي واحد المزيج من النكهات، واحد اللذة تجي زوينة في هاد الحشوة هادي. هنايا ضفت قليل من الخل وضفت الملح، زيت صغير القليل فقط حيت عندي الطون ديجا تيكون مالح. بطاطا سلقتها شوية بالملح، والفخوماج تعرفو تا هو راه مالح لذلك منكتروش. صافي تنقلب هاد المكونات ونعمرو بيهم البطبوط ديالنا كيف ما شفتو. خليت القليل من فرماج اللي زينت بيه مع القليل من الخس، زينا بيهم هكا من الفوق. وهذه هي الحشوة ديال اليوم اللي بغيت نشاركها معكم، وبغيتكم تجربوها ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم. وما تنساوش لايك للفيديو وبارطاجي الى عجبكم، والناس اللي انضموا جداد مرحبا بكم، والناس اللي اول مره يشوفوا الفيديو نتمنى يعجبكم محتوى القناه، وديروا ابوني باش هكا يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع تتمة الصور، ودمتم في رعايه الله وحفظه.